أهلا بكم من جديد. بعد اجتماع استثنائي لقطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام، أعلن رئيس اتحادات النقل بسام طليس أن يوم الخميس في 23 من الجاري هو يوم إضراب للنقل البري في لبنان. وقبل هذا الإعلان سجل أحد السائقين العموميين صرخة ضد المسؤولين. نحن الطبقة هذه الموجودة شوفيرية الطبقة الوسط، الطبقة الوسط المعدومة عدم شرعي، معدومة عدم شرعي، مش قادرين نحكم أولادنا ولا قادرين نحكم نسواننا ولا أمياتنا بالمستشفى. تفضلوا روحوا على المستشفى وشوفوا المصايب. الضمان الاجتماعي ضمان انهار. هذه أقوى مؤسسة بلبنان فرطت. نحن شو بده يصير فينا يا رئيس الوزارة يا مآتي؟ هي اللي ضرب على صدره قال 1/12 بده باقي شغلية التاكسي تانكة بنزين و500 ألف. يس أنا بقول له من هون يا ويله من الله، يا ويله من الله، من الوزير الداخلية، من وزير الأشعار، من وزير المالية، كلياتهم طلعوا كذابين ومنافقين وعقارين وطين. يا أبو خليل، أبو خليل، لحظة، لحظة أبو خليل، أنا باسم نهابات النقل واتحادات النقل وكل السائقين بدي أعتذر عن العبارة اللي طلعت من خيال أبو خليل. هاي العبارة هو بيقولها، نحن ما بنقولها. بدي أقول للزملاء جميعا بكل المناطق، بكل فئات مركبات نقل البري، منبلش بالنقل الخارجي ونوصل للتاكسي، مرورا بالشاحنات، بالأوتوبيسات، بالفنات، بالسيارات، بالصهاريج، إنه نحن يوم 23 حزيران هو يوم السائقين العموميين، هو يوم قطاع النقل البري. أرادوا بالحكومة إن نروح على هذا الخيار تكرم عينه، نحن مش حابينه كنا. ولما رحنا عملنا الاتفاق، عملنا الاتفاق لحتى ما نروح على الأرض وما ننزل على الأرض، بس ولكن هن بدهم ايانا ننزل على الارض.